موقعكم على الشبكة؟ الموقع على الشبكة كانت عنده مراحل. مراحل. نعم. نحن نبغى آخر مرحلة الآن. لا تجي بالتدريج تجي صحيح. جيدة إن شاء الله. نعم. أول مرحلة بعد ما بديت أفرغ بدأت تكثر التفريغات عندي وأريد أن يستفيد منها الشباب. نعم. كنا في البداية نطبعها ورقي ووزعها على بعض الشباب في المدينة. لكن نحن نريد أنها تنتشر يعني على مستوى العالم. تمام. كانت بعض المنتديات الإسلامية كنت أنشرها في المنتديات الإسلامية. المنتديات هذه أول. نعم في البداية. نعم. بعدها اقترحوا لي بعض الأصدقاء أنه نجمعها في موقع واحد. تمام. وجزاهم الله خير بعض المحسنين أعطونا مكان في السيرفرات هذه. نعم. وجمعناها في موقع اسمه موقع سالم للتفريغ. سالم للتفريغ. وقسم طبعاً أزرق. نعم. 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 وقسمناه إلى أقسام، هذا قسم للدروس. نعم. وقسم للخطب. خطب. وقسم للكلمات. ما شاء الله. الكلمات هذه القصيرة. نعم. وقسم للبحوث. البحوث هذه ملخصات هذه الأشرطة أو غيرها أو مطويات دعوية أو غيرها. وأيضا في هذا كلها باللغة العربية، وفي قسم للغة الفرنسية وقسم للغة الإنجليزية. ما شاء الله. بعض هذه التفريغات مترجمها للغة الفرنسية والإنجليزية. جيد. لكنها يعني قليلة. قليلة لكن في نفع. نعم. الحمد لله. نعم. هو الحمد لله يعني الآن هي ممكن وصلت لي كتفريغات كسلاسل يعني ليست كأشرطة، هي كأشرطة في الموقع ممكن تفوق الألف. ألف شريط. الله يبارك. الدروس هي حوالي 300 يعني للعنوان. ما شاء الله. والدروس الآن اللي عندي موجودة لحد الآن لما نزلناها على الموقع تفوق الألف يعني. ما شاء الله. الله يوفقنا وياك. نعم. ولعلنا احنا نكتب اسم عنوان الموقع إن شاء الله في أسفل الفيديو. الله يستر.